يا اهلا يا اهلا يا جناب العمد. ادي يا ابو العيل. ما تجيش يا جناب العمد. لا تيجي وتيجي ان شاء الله قوي كمان. اقعد يا ولد. قول انت اتعشيت يا ولد؟ هني شبعان. يا ولد قول يا ولد، لو جعان قول. انت هتتكسف من حضره العمد ولا ايه؟ ايه هو في حد يتكسف من ولي نعمته؟ عال العال والله بينك عقلتي يا ابو العيله وربنا كملك بعقلك. حس كده بقى، اني مش هرجع في وعدي معاك، ودارك اللي اتحرقت دي اني هديك دار احسن منها. ايه ليه كده؟ يبقى ان كرمك زاد وغطانا يا جناب العمد. هو انت اول مره تعرف العمد عتبان يا ولد؟ ده العمد عتبان احسن راجل في بر مصر كله، وفوق دي بيحبك يا ابو العيله. مش محتاج تقول لي يا شيخ مبروك، انا عارف. كمان يا ابو العيله لازم تبقى عارف ان العمد عتبان ده بيحب الخير للناس كلها، يعني عمره ما يعمل حاجه الا لما يبص للخير اللي جاي للناس قبل ما يبص للخير اللي جاي له هو شخصيا. وكمان اكيد عارف ان طاعه اولي الامر واجب، صح ولا لا؟ يما الطاعه دي ربنا ما عملهاش كده اهو، لا ده عملها ترويض وتربيه للرعيه عشان يطيعوا من شاء لهم الله الطاعه من ولاه الامور، وعملها كمان عشان تزويب الاهواء وتقويم النفس البشريه وتهذيب الغرائز الانسانيه. يا ولد شوف يا ابو العيله، انت عارف يعني ان ربنا كرمني اخر كرم، ارض ومال وجاه، بس في حاجه مهمه قوي ربنا ما ادهانيش، الوريث العيل. دي ارزاق يا جناب العمد. ايه وبعدين ربنا يزيدك ويديك. يعني انت يا ولد شايف انني استاهل العوض؟ يعني ربنا يعوضني بعيل كده يورثني؟ امال ايه؟ ليه لا؟ الله ينور عليك. أنا قلت برضو إن أنت واد جدع وسداد، إيه قولك بقى؟ إيه؟ إنني بفكر أتجوز، رأيك إيه بقى؟ إيه؟ على بركة الله يا جناب العمدي، واني مين أصلاً علشان تاخد رأي؟ مين إيه؟ ده أنت أهم واحد في الحكاية دي يا أبو العيلة، أصل العمدي عايز يناسبك. يناسبني؟ في مين؟ عايز تتجوز امي؟ امك ايه يا هبل انت؟ انا عايز اتجوز فاطمه. فاطمه مين؟ مراتي؟ اللي هتبقى كانت مراتك. بس انا ما طلقتش فاطمه ومش ناوي. ما هو انت هتطلقها. يعني انت عايزنا نطلق مراتي عشان تتجوزي؟ ايه قولك بقى؟ ممكن كلمة يا جناب العوم دي؟ قوي قوي. ايه قول؟ حس ان الكلام كده ما يصحش، يعني ناخد وندي ويا بعضيني في وجود الناس دول، ولا ايه قولك؟ انت واد نور يا والي، براو عليك. مؤاخذة بقى يا شيخ مبروك، عشان يعني ناخد وندي. من حقكم يا سيدي، ما انتوا نسايب. يلا يا واد انت اهو، يلا هونا. عايزين ناخد وندي. ايه الهم دي؟ بالك يا والي؟ انت طلعت عاقل وناصح. انا كنت فاهم ان انت هتعصاني. اصل الواد الزفت ابن الزفت دي عصاني. وماني ايه بقى؟ عندي قوة يا ولي ما تعرفهاش انت. قمت طبق في زمارة رقبته وقعد بقى يلالي، الحقوني يا ناس، غيتوني يا خال، هاي موتني. الحق يا عم يا عم يا عم يا عم في ايه يا بهيم انت وهو؟ انا بحكي له حكايه، ايه الغلاوه اللي انتوا فيها دي؟ قول له كده يا ولا، انا عملت ايه لما اقول له؟ ايوه ايوه حاصل اهو، شفت؟ يلا انت اهو، يلا يلا بر عمر جناب، يلا يا ولا. ايوه خدت بالك انت ازاي؟ ايوه اما نزلت عليك قوي. ايوه مش عارف مين فيه. قوه قويه يا علي زي دي كده. ولا ولا الحقني، عايزني اطلق مراتي عشان تتجوزي انت يا ديني يا طفص. الحق انا
يا ولية كده. روح عمدي يا عمدي عمدي يا عمدي. مشي مشي انت يا رحمن انت وهو واختفاني يا بهايم. الواد بموتني وجري. اجري 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 يا ابن الكال. اخص عليك يا عكمان خضتني. خضتك ايه؟ دي موتني وجري. انا مش هسيبه، لازم ياخد اعدام لحد ما يتربى. معلش حلال معلش. فيه ايه يا ابو العيلة مالك؟ أنا قتلت العمدي. نور اسود أبيض. قتلته. قتلته؟ ليه كده؟ والنبي حنين. والنبي. قتلته ازاي بس قول. والنبي تجيبي لي فاطمة عليا. حاضر. أنا هستناك. أنا لازم نسيب البلد دي. حاضر. لو حد يشوفك. ما تخافش. روحي تقولي إنك شفتيه. ما تخافش يا أخويا. يلا أوام. بالعجل والنبي. حاضر. اهدى يا ابو العيله وما تخافش. ما تخافش من ايه؟ ما تخافش من اي حاجه وما تخافش من اي حد. هو الوجع فين بالظبط يا عمدي؟ انت لخبطتني من فوق لتحت. هي بناتي العمده كويس ولا ابعت اجيب له الحكيم؟ العمده علي العال مفيش لزوم. سلامتك ألف سلامة يا أخوي. عال إيه وسلامة إيه؟ لا أنا مش عال. اتصلوا بالمركز خلوا المأمور يجي يقبض على الواد المجرم ابن المجرمين دي. اتصلوا بالمركز وهاتوا المأمور يجي ويقبض على المجرم ابن المجرمين دي. أقول لك هاتوا له ينسون. صح، واحد ينسون علشان العمدة بسرعة. سكر زيادة. سكر زيادة يا بيت. تمام يا حضرة العمدة. قبضتوا على المجرم ابن المجرمين ده؟ اطمن يا حضرة العمدة، هنمسكه يعني هنمسكه. هنمسكه يعني هنمسكه. هيروح فين يعني؟ هيروح فين؟ يعني لسه ما مسكتهوش؟ لا، انتوا لازم تقلبوا البلد عليها وطيه لحد ما تجيبوه قبل ما تطلع عليه الشمس، والا وعيمانات ال... عارف عارف عارف، مش محتاج تحلب. مش محتاج. ايوه يا عمدة، ما انتش محتاج، وبعدين ما تجيش نفسك يا عتمان. ده انت مخنوق يا اخوي. ايوه ايوه، فين اليانسون؟ ايوه فين اليانسون يا بنت؟ انا عايز يانسون. وانا كمان عايز يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. وانا كمان عايزه يانسون. جتك نيله عليكي وعلى امك، ما تنهز يا واد انت وهو. انتوا فاكرين نفسكم في فرح؟ جاتكم البلاوي. جاتك بلاوي الدنيا والاخره يا بعيده. عيب كده يا فهيمه، ما يصحش. خدي عيالك وروحي على اي مصيبه يلا. غايزينك مفلفلينك مش عللينك كده. عيب امال يا فهيمه مش كده يا راجل؟ انت مش شايف وهي بتزعق للعيال؟ الولية دي عايزه تشليني. يا ريت يا حفيظه، هو حد يكره؟ شوف الولية دي بتدعي عليا في وشي يا عمدي. جرى ايه يا ولية انت وهي؟ هو مفيش حاجه ولا خيشه؟ داني تعبان، مفيش احترام حتى للرجاله اللي قاعده. هو فيه ايه يا اخويا؟ بدل ما تزعق فينا كده ما تشخط في حفيظه اللي عماله تزعق في العيال. اسمع مني يا عمدي، تلاقيهم صدقوا روحهم وسمعوا الخبر وافتكروك مت، وحيجوا بقى هم عشان يشفطوا ويورثوا. شوف الولية. عيب يا حفيظة الكلام ده، قصدك ايه يعني اتمنى الشر لاخويا؟ العمدة هيعيش وهيطول في عمره وهيفضل عمدة البلد، واللي مش عاجبه هياخد بالجزمة وهيتجوز عليكي بعون الله. اسمعي بقى يا ولية انت وهي، هو في ايه؟ انا اللي اعمل اللي ينسون. انا كمان عايز ينسون يا عمي. وانا كمان يا عم. وانا كمان. هو كل حاجه خدها تاخده زي انا اللي عايز ينسون. اسكت بقى منك ليه؟ بس يعني انا اللي عايز